نعم، أتوجه بي السؤال إلى الدكتور طه عرباوي. الآن تحدث البروفيسور كمال تومي عن رؤية الجزائر 2020-2030، تحدث أيضا عن الموارد، عن اليد العاملة، المعرفة، الابتكار وشروط النجاح. تكلم بوعاش على عدة نقاط لتطوير البحث العلمي في الجزائر، وقال نحن كفاءات الجزائر في الخارج لكننا نعرف البحث العلمي في الجزائر، نعرف مواطن الخلل، مرتبطين بالوطن الأم، وشدد على ضرورة التركيز على الأستاذ. ماذا تضيف في هذا السياق، وكيف يمكن برأيك تطوير البحث العلمي في الجزائر؟ أولا السلام عليكم لك ولكل الإخوة والأفاضل اللي معاك ولكل المستمعين. البحث العلمي في الجزائر يعني عندنا كل مقومات النجاح، يعني عندنا الباحثين والطلبة والأساتذة هم من تكوين الجامعة الجزائرية. الجامعة الجزائرية أثبتت أن اليوم هي قادرة على تكوين كفاءات، يعني قادرة على الذهاب يعني بعيدا في مجال البحث الاصطناعي، ولكن يجب أن توفر لها الإمكانيات ويوفر لها، يعني كما أذكر الأخ بالقاسم قال لازم توفير الامكانيات وتوفير الايكو سيستم. نظن باللي للنهوض بالذكاء بالبحث العلمي اليوم ما يتطلبه هو اولا هو ان تكون كاينه استراتيجيه واضحه واستراتيجيه بالدفع بالامام بالبحث العلمي. انا بالنسبه لي البحث العلمي اليوم لازم يكون بحث علمي تطبيقي، يعني يكون تطبيقاته في ارض الواقع ويكون يستفيد منه المجتمع. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه انه يكون عندنا تواصل مع ارقى جامعات العالم والكفاءات الجزائريه، يعني مثل البروفيسور تومي ولا الدكتور بوعاش ولا الكفاءات الاخرى اللي هي في الخارج. ممكن ندير يعني شراكات مع الجامعات الجزائريه من اجل النهوض بالبحث العلمي ومن اجل الرقي بالبحث العلمي للامام. كاين ايضا يعني تحفيز الطلبه. اليوم الطلبه الجزائريين لا يرون في انه البحث العلمي هو امر يمكن النبوغ فيه، لانه يظن بانه اليوم البحث العلمي شيء مخصص يعني للفئه قليله، ولكن اذا كان حاولنا اننا نحفز الطلبه من اجل البحث العلمي الذهاب الى الخارج، ممكن في التربصات تكون في الخارج وتكون ايضا في اطار الشركات، فيمكن اننا ان نمشوا بالبحث العلمي للامام ونخلوا انه البحث العلمي يكون عنده تاثير في ارض الواقع، تاثير على الشركات، تاثير على المجتمع، تاثير حتى على مثلا على منظومه الدوله. كل هذا لازم يكون في استراتيجية تسمح للباحث اليوم في أنه يطبق ما 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 تنتجه الجامعة الجزائرية وما ينتجه الطلبة من أجل فعلا التقدم بالنتائج البحث العلمي اللي نديروها في الجزائر. نعم.